طيبه مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناه الوطنيه الاولى، مرحبا بكم في هذا اللقاء الاعلامي والندوه الصحفيه اللي باش يتم فيها الاعلان عن برنامج الطريق الى قرطاج. طيبة مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم في هذا البث المباشر، نقل للندوة الصحفية للإعلان عن برنامج الطريق إلى قرطاج تونس تختار والمناظرات بآسيا 2019، مناظرات بتصير أول مرة في تونس تبث على القناة الوطنية، باش تتابعوها إن شاء الله مشاهدينا الكرام بكل التفاصيل. لكن احنا اليوم هذه الندوة الصحفية باش نقدم لكم تفاصيل هذه المناظرة، كيفاش باش تصير على القناة الوطنية، القنوات الخاصة أيضا باش يقدموا المناظرات هذه وباش يكون عندهم البث أيضا، لكن هي باش تصير في استديوهات التلفزة التونسية، الإذاعات الخاصة أيضا، الإذاعات العمومية، كل التفاصيل هذه تلقاوها معنا في الندوة الصحفية. في البداية باش نرحبوا بضيوفنا الكرام، مرحبا بكم الناس الكل، نرحبوا زيدا بالصحفيين اللي لبيوا الدعوة، مشكورين، شكرا لكم الصحفيين على حضوركم اليوم حتى تقدموا أسئلتكم، تستفسروا كل ما عنده علاقة بالمناظرات الرئاسية 2019 واللي اختاروا لها اسم الطريق إلى قرطاج أو تونس تختار، هذا المشروع بين التلفزة التونسية وأيضا مبادرة مناظرة، وبعد تأخذوا أكثر تفاصيل. في البداية خلينا نرحبوا بالمتدخلين والمشاركين في هذه الندوة اللي باش يقدموا لكم التفاصيل. ليكم أعزائي المشاهدين والصحفيين اللي حاضرين اليوم في القاعة من الإذاعات الخاصة والعمومية والتلفزيونات الخاصة أيضا. باش يكون معنا سي نوري اللاجمي، عضو الهيئة العليا المستقلة، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرحبا بك سي نوري. أيضا سي عادل البرنسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامحني سي نوري اللاجمي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ثم أيضا سي لسعد الدهش، رئيس مدير عام التلفزة التونسية، سيد لسعد خضر، رئيس الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة. سي كمال ربينا رئيس نقابة الإذاعات الخاصة، ثم بالعباس بن كريدة رئيس المؤسس لمبادرة مناظرة. مرحبا بكم الصحفيين أمامكم حتى يذكروا الأسئلة بعد ما تقدموا أنتم المداخلات نتاعكم اللي هي باش تكون في محاور مختلفة، محاور تهم المناظرات في فترة الانتخابات والأهمية نتاعها باش تكون مع سي نوري اللاجمي، ثم تقديم برنامج المناظرات الانتخابية باش يكون مع سي لسعد الدهش، ثم باش نحكيوا على البث المشترك مع القنوات التلفزيه الخاصه مع سي لسعد خضر، ثم البث المباشر مع الاذاعات الخاصه مع سي كمال ربينا، فلسفه المشروع والجانب الاكاديمي بالعباس بن كريده زيد باش يقدم لكم الموضوع المتعلق بالمبادره والمشروع هذا والفلسفه الاكاديميه، ثم باش يكون نقاش مفتوح مع الصحفيين الكل حتى تقدموا الاسئله. نفضلكم 5 دقائق لكل مداخله تقريبا، والبداية باش تكون معك سي نوري اللاجمي، تفضل. شكرا جزيلا. أولا أنا شخصيا سعيد جدا بوجودي هنا اليوم، خاصة اليوم انطلاق أو الإعلان بصفة رسمية على المبادرة هذه. أولا أحيي كل من شارك في هذه المبادرة، الإعلام العمومي، الإعلام الخاص، من قنوات تلفزية وإذاعية، وطبعا أحيي أيضا جمعية مبادرة المناظرة، يعني نعرف المجتمع المدني كيفاش حريص جدا على نجاح المسيرة أو المسار الديمقراطي في تونس، ومشاركته على مدى السنوات الأخيرة منذ انطلاق الثورة، المجتمع المدني في تونس يعني كان قام مجهودات كبيرة على ضمان المسار هذا، ومازال الدور اللي يلعب فيه المجتمع المدني دور هام
طبعا هنا نحيي المبادرة هذه اليوم، نظرا لأنه تعرفوا في تونس لأول مرة في انتخابات باش تقع مناظرات، وتعرفوا المناظرات هي أداة من الأدوات التي تضمن للجمهور المتلقي يعني أنه يأخذ فكرة على المترشحين وعلى طبعا إلمامهم بالملفات الهامة، على كيفية يعني كيف سيديرون إذا وقع انتخابهم مهام الدولة إلى غير ذلك، وهي مهمة جدا في الدول الديمقراطية. دونك أحيي هذه المبادرة اليوم. وطبعا جاء في باب من أبواب القرار المشترك بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، جاء باب خاص بالمناظرات هذه حتى طبعا نضمن، خاطر المناظرات هذه يجب أن تكون تعتمد على مبادئ يعني احترام كل المترشحين وإليهم حق يعني نفس الحقوق بالنسبة لسير هذه المناظرات، كالحق في نفس الوقت المخصص للكلمة، للردود، يعني من ناحية التقنية يعني احترام نفس المقاييس لكل المترشحين إلى غير ذلك. وتعرضنا لبعض يعني الضوابط التي يجب احترامها بالنسبة للمبادرة هذه. دونك وإعداد هذه اللقاءات مع المترشحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وستكون طبعا هذه اللقاءات تحت إشراف الهيئتين، لأن الهيئتين تعرفوا أنهم معنا كل من ناحيته، الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري تضمن أنه وسائل الإعلام تكون في مستوى الحياد اللازم والمساواة اللازمة، وطبعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضمن أيضا حق المترشحين في نفس الحظوظ وفي نفس يعني الحقوق التي سيقع توفيرها لكل متدخل. دونك وطبعا ايضا فما يعني شرط انه يكون او تكون هذه المناظرات تحت اشراف او باداره صحفيين محترفين لهم يعني درايه باخلاقيه المهنه، بقواعد المهنه. نلح ايضا على عدم الدخول في جدال مع المترشحين. يجب ايضا أن نعلم مسبقا المترشحين بقواعد اللعبة. دونك يجب أن نتخذ كل الاحتياطات حتى طبعا نضمن نفس الحقوق لكل المترشحين، وطبعا حتى طريقة الأسئلة، طريقة طرح الأسئلة إلى غير ذلك، كلها فيها حرفية، فيها حكمة، وطبعا هذا الكل ضمانا لحق المترشحين في أنهم يتمتعون كل يعني كل منهم بنفس الحقوق وبنفس الظروف في نفس الظروف في هذه المناظرة. دونك أحيي مرة أخرى كل القائمين على هذا المشروع، دونك على هذه المبادرة، وطبعا إن شاء الله تكون أداة يعني ستضيف في أولا أن نخليه الحملة الانتخابية هذه تكون أكثر تفاعلا، أو الجمهور المتلقي يتفاعل أكثر معها، ستكون نوع من يعني طريقة جديدة للتعامل مع الحملة الانتخابية، هي داخلة طبعا في الحملة، وتكون إن شاء الله تؤدي نتيجتها في يعني تسمح للمتلقي بأخذ فكرة واضحة عن كل المترشحين، عن برامجهم، عن إلمامهم إلى غير ذلك، وهذه هي الغاية. وطبعا هذه المبادرة تمشي في السياق الديمقراطي اللي احنا ماشيين فيه، وإن شاء الله ننجح فيها كإعلاميين وأيضا كسياسيين مترشحين، حتى نبعد على كل خطاب يمكن أن يكون خطاب فيه يعني عدم احترام القواعد الأساسية لاحترام الحياة الخاصة وإلى غير ذلك. دونك تكون إن شاء الله هذه أداة فعلة وإيجابية في هذه الحملة، وشكرا جزيلا. سعادة البرنسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كيف كلمة للصحفيين في علاقة بالطريق إلى قرطاج؟ تونس تختار المناظرات التلفزية اللي بشتير المناظرات الرئاسية بتصير إن شاء الله على التلفزة الوطنية.
صباح الخير، مرحبا بكم الناس كل. وكأن أخذنا أخذا لهذه المناظرة، يعني مش نقول واللي احنا في ليزيتا وننظموا في الانتخابات، اليوم وجدنا وفكرنا هذه الفكرة كانت في البداية فكرة. تقابلنا مع أصحاب المبادرة هذه الجمعية، تقابلنا احنا تحدثنا في مجلس الهيا حول إيجاد نقلة نوعية للتعبير المباشر إلى شيء جديد يوصل المواطن، وإحنا في مسار ترسيخ ديمقراطي فكرنا في المناظرة. جات الفكرة هذه، تلقفتها عدة وسائل إعلام، استحسنها الهيكا، استحسنتها مؤسسة الإذاعة تلوزة، ولقينا نفسنا ولينا حطيناها في القرار المشترك كما قال سينوري وقرر المناظرة دي. لكن ديما فما احنا الهاجس متاعنا داخل هيا انه المساواة وتوفير نفس الحدود لجميع المتنافسين والمترشحين، وهذه يخلق نوع من المشكل، لانه صعب باش توفر العدالة، لكن نوع من الانصاف لابد يكون موجود. هذاك علاش فما خيارات قرعة، فما خيارات شكون الاول شكون كذاني، حاسينو فما مجهودات كبيرة تقامت وتفكير كبير باش وصلنا لإخراج مثل هذه المناظرة. إن شاء الله هي مبادرة باش تكون إلا ناجحة، إلا في تجربة جديدة، تونس ديما تصنع الاستثناء، أول تجربة في بلد عربي في مسار نحو ديمقراطية. هذه إن شاء الله بعد نعطيو الفرصة، بعد خلي تشوف التجربة ذي نعطيو فرصة لينا والناس كل باش نقيموها ناجحة ولا مش ناجحة، أدت ظروفها ذي، لكن الأكيد إنه يلزم الناس كل تكون مقتنعة بها ونكون نخدموها عن يقين. وراه ديما فكروا انه المساواة توفير نفس الحدود للمترشحين الكل، لانه اذا كان واحد اخذاه حتى جزء من السبق على غيره راه وقت هذاك حدنا على توفير نفس الظروف والمسار الديمقراطي. واحنا هنا مانا الا باش نراقبوا، كل الكاميرات وكل العيون باش تركز على المناظرة هذه. اكيد فما كلام باش نسمعوه اكيد من هنا ومن هنا، لكن مهما ذاك اصبحت موجودة في قرار مشترك. المناظرة دي أصبحت واقع، تبنتها مؤسسة الإذاعة اللي هي مؤسسة عمومية، باش تراوها في كامل وسائل الإعلام المرئية. وبالتالي نحن مانا كهيئة نبادرو، ورانا باش تكون متخليوناش في الآخر تكون قراراتنا في النتائج مبنية على حي في هذه المناظرة. وشكرا. تقديم برنامج المناظرات الانتخابيه طريق الى قرطاج وتونس تختار، معك سلا سعد الداش رئيس مدير عام التلفزه التونسيه. تفاصيل البرنامج كيفاش باش يكون؟ نصور عدد كبير من الصحفيين يستناو باش يفهموا البرنامج هذا كيفاش باش يكون ان شاء الله. شكرا. لكن قبل هذا الكل انا باش نحكي بطريقه مباشره، عندي خلفيه صحفيه، عباره ثم مجموعه من الاسئله اللي ممكن عند الصحفيين مش تطرحها، انا باش نجاوب عليها قبل حتى ما يطرحوها، باش من بعد نعطيهم الفرصه باش يطرحوا اسئله اخرين. اولا، علاش مناظره؟ المناظرات كيفاش جات فكره المناظرات؟ كيفاش لقينا رواحنا توا في الفتره نتاع تجسيم هذه المناظرات، ثم الشكل اللي باش تخرج به المناظرات؟ فكرة المناظرات انطلقت بالنسبة لمؤسسة التلفزة والإذاعة عندها أكثر من 6 أشهر، كانت في إطار ورشة تشاركية وقتها. نفكروا ما تنجمش تعمل تصورات برامج اللي باش تقوم بهم في الفترة الانتخابية دون الإعداد لذلك، دون التفكير. كانت فترة متاع عصف ذهني. خرجنا بفكرة أنه علاش ما نعملوش مغامرة محسوبة ونخرجوا من الجانب الكلاسيكي اللي كنا قبل ديما نخافوا منه، أنه نجيوا نعملوا التعبير الحر، وفي التعبير الحر هذا ينقيسوا كل واحد باش يعبر ونعطيه اختيارات 3 ويختار واحدة منهم. معنا ديما قلش يعنينا نوعا ما خايفين باش نقدموا أكثر أو كان نعملوا الحد الأدنى ونتعداو. قلنا لا، المرة هذه ما نعملوش الحد الأدنى ونتعداو، أنا نقوموا بالمبادرة هذه، نخليه مجال للناخب أنه يكتشف حجم كل مترشح، يفهم المشهد خصوصا في تعقيده في الفترة هذه، وهذا الدور يظهر الرئيسي متاع الإعلام العمومي. جات الفكرة من هنا، بدينا نخدمه، اتصلنا بالهيئة متاع الاتصال السمعي البصري، قدمنا البرنامج متاعنا، لقينا هما بيدهم مشجعيننا وماشيين في الفكرة. لكن صارت مفاجأة في الثنين، معناها ثم خلفيات أخرى باش نحكيها لكم، حتى الكواليس ماذا بيا تعرفوها. صارت مفاجأة أنه اتصلوا بينا زاد في نفس الوقت بعد تقريبا 3 أشهر حاجة هكا، اتصل بي سيلا سعد عن نقابة التلفزات الخاصة، نلقاهم هما بيدهم يفكروا في نفس الفكرة.
وفي نفس الوقت ثم مبادرة مناظرة زادة داخلة على الخط بنفس الفكرة. دخلنا وقتها في تصور ما عادش نحكيه كمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية وحدها باش تقوم بالمبادرة هذه، قلنا علاش ما تتضافرش الجهود ويكون الإعلام الوطني، ما عادش نحكيه كإعلام عمومي فقط، إعلام وطني معناها عمومي خاص، وإذا ثم جانب خبرة وجانب مساندة من أي جهة مرحبا به، لكن في إطار الأهداف الوطنية متاعنا كتوانسة. هذا اللي كان الاتفاق عليه، وتمت وقتها مرحلة أخرى متاع عاصف ذهني في بلورة هذه التصورات، وكانت كل المساندة من هيئة الاتصال السمعي البصري، وكذلك زاد ساندونا بالنسبة لهيئة الانتخابات اللي خرجت في إطار قرار مشترك اللي وضح الآليات والأطر العامة بالنسبة لهذه المناظرات. هذه حبيت نعطيكم الخلفية علاش تعملت مناظرات، كيفاش تعملت، شكون فكر فيها، شكون فكر فيها، وكيفاش بعد ما فكرنا فيها تلمينا مع بعضنا باش نخدموها. حاجة أخرى، الهدف أنه باش تكون وطنية. كي تبدأ وطنية الناس الكل تحط يديها في المسألة هذه، ما تلقاش كل واحد وحده يعمل في مناظرات مرّاها في حتى بلاد. إذا ما نتلموش مع بعضنا راهي باش تصير فوضى أكثر من الفوضى اللي قاعدين نشوفوا فيها. أنه كل واحد، كل وسيلة إعلام تعتمد آلياتها، كل وسيلة إعلام تستدعي، حتى لهنا المواطن اللي باش يشاهد الناخب، احنا بيدنا باش نساهموا. إذا باش نمشيو في التماشي هذا باش نساهموا، باش نشتتوا له الفكر نتاعو وما نعاونوش على الاختيار. الهدف نتاعنا أن نبسطوا المشهد اللي موجود، أن نوضحوا الناس اللي موجودين، أن نخليه يختار من غير توجيه. هذا هو بالنسبة للأساس نتاع المناظرات. طريقة تسييم المناظرات، المناظرات هذه باش تتم في التصوير نتاعها وباش تكون في بث مباشر من مقر التلفزة التونسية. الشراكة باش تكون شراكة كاملة مع القطاع الخاص من خلال نقابة التلفزات الخاصة وكذلك نقابة الإذاعات الخاصة ومبادرة مناظرة. العملية هذه باش تكون مفتوحة للجميع، أنه الإشارة باش تكون إشارة نظيفة، ممكن أي وسيلة إعلام في تونس أو في الخارج أنها تستقبلها، لكن وفقا لضوابط أنك زاد ما تنجمش تعاود المناظرات باش تعطي فرصة وتضرب مبدأ المساواة الجهة دون أخرى. لهنا البث باش يكون موحد لمرة واحدة، والضوابط هذه باش تلقاوها موجودة بالنسبة لكل وسائل الإعلام. الجانب الثاني أن المناظرات هذه باش تقوم أساسا على مبدأ المساواة، بلغة أخرى أنه باش الأسئلة وقت اللي باش توجه فيها زادة تطبيق مبدأ الشفافية، أنه الأسئلة ما تكونش باش تكون معدة، لكن بطريقة أنها تثري المشهد، تثري كذلك المعرفة بالنسبة للمتلقي، تثري المعرفة هذه باش تحدد له اختياراته، اختياراته باش ما تكونش موجهة. أنه الناس الكل، ثم ثلاثة محاور رئيسية باش يكونوا موجودين، الثلاثة محاور هذوما باش تتوجه فيهم مجموعة من الأسئلة، المجموعة من الأسئلة هذوما اللي باش تتوجه لكل الناخبين باش تكون على قدم المساواة، بحضور الهيئتين، بحضور عدل منفذ باش يشرف على العملية هذه. ثم جانب آخر، التعريف بالقواعد متاع المناظرة باش يكون في البداية، باش المشاهد حتى وقت اللي يبدأ باش يتفرج يبدأ فاهم على أي أساس وقع طرح هذا النوع من الأسئلة أو غيره، المدة الزمنية كيف كيف، كل العمليات هذه باش تكون واضحة في إطار تطبيق مبدأ الشفافية. مانيش باش نكثر أكثر، لأنه تود حاجة واحدة باش نقولها، أنه إلى حد هذه الساعة الورشات وكذلك الاستعدادات لتنظيم هذه المناظرات هي على قدم وساق بالنسبة لمؤسسة التلفزة التونسية ومع شركائها. زادا ما ننساو شركائنا اللي هما قاعدين زادا مساهمين معنا بجدية لإنجاح هذا الحدث الوطني. وشكرا. شكرا لك سي الأسعد الدهش، رئيس مدير عام التلفزة التونسية. خدمة كبيرة بتصير زادة مع القنوات الخاصة، تنسيق أيضا. خليك الكلمة سي الأسعد خضر، رئيس الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة. مرحبا بكم الكل. فعلا الفكرة هي فكرة أولى تقريبا في العالم العربي، هذا مرة أخرى تونس باش تتألق. إن شاء الله ديما تونس تبقى متألقة وتبقى متقدمة، تقدمت بثورتها الحضارية اللي قامت بها، وتقدمت الآن بالعديد من الصور اللي قدمتها في المراحل
السابقة اللي كلكم تابعتوها وعرفتوها وشفتوا كيفاش قيمة التونسي الآن وقيمة تونس بشكل عام. فعلا قيمة متقدمة وإن شاء الله تتقدم أكثر بالانتخابات القادمة. نحن كنقابة للتلفزات الخاصة اللي تابعة للوتيكا، تابعة دونك الاتحاد الصناعة والتجارة اللي يضم 8 قنوات، إلى حد الآن انضموا إلى العملية 7 قنوات أو تضم 9 قنوات، لحد الآن انضموا للعملية 7 قنوات، فما زالوا قناتين ما زلنا نتحاوروا معهم، إن شاء الله يهديهم ربي كما قال الآخر ويلتحقوا بالعملية، لأن اليوم إذا كان نحب نظهروا أن احنا قنوات شفافة وقنوات تحب تخدم فعلا الحريات وتحب فعلا تعطي لكل إنسان حظه، ضروري نخدم الناس كل مع بعضنا، لأن العملية هذه هي عملية معناها شفافة بامتياز، لأن تشرف عليها الناس الكل، ما فيش أدنى مخادعة، وبش نراقبوا فيها العديد من الأشياء. وأنا شاكر مقدر لكل ما قامت به ليزي والهايكة في وضع نقاط يجب احترامها، ولكن خاصة نشكر التلفزة الوطنية لتناغمها معنا التناغم الكامل، معنا ما طلبناش موعد إلا وقالوا لنا احنا حاضرين، إيجوا نحكيوا إيجوا نجلس وبالساعات نجلس، فأنا شاكر مقدر للخدمة الكبيرة. طبعا احنا مانيش مستغربين هذا من التلفزة الوطنية بحكم أعطتنا تجارب لامعة في الفترات الماضية. ثم طبعا لابد أن نوه بمشاركة مبادرة مناظرة اللي هي مشاركة الحقيقة جديدة على ثقافتنا، ولكن لابد أن ننفتح على المجتمع المدني ونترك له مجال باش يساهم معنا المساهمة الحقيقية. بالنسبة لي أنا ما كانتش حاجة جديدة، لأن سبق أني تعاملت مع المناظرة في 2015 2016 2017 و2018، لأن عملوا عندنا مناظرات في داخل مركب كارتاج بلوس، وكانت مناظرات حقيقة حضرتها بنفسي، كانت مناظرات متميزة جدا، في أغلب الحالات كانت مواضيع ساخنة، ولكن الطريقة اللي كانت تسير بها طريقة فعلا حرفية ومتميزة، فأنا كنت حقيقة شاكر لهم على الطريقة اللي تناولوا بها، وكنا نبثوا حتى في المناظرات هذه بشكل مباشر، وكانوا بعض القنوات التلفزية الأجنبية تبث معنا. وبالمناسبة نقول لكم بأن في بعض القنوات الأجنبية خاز انتريسي بالبث المباشر معنا، وفيهم باش يكون باش يجي ياخذ بعض معناها ملامح للديبال اللي كتروا هذوما باش يقعوا. بالنسبه للتلفزات اللي ما شاركوش معنا، انا ماذا بيا بهذه المناسبه نناديهم بمعناها بكل استحباب، لابد للانضمام لهذا العمل الوطني. راو اليوم مش ممكن تبقى قنوات تغرد وحدها، القناة اللي غردت وحدها نعرفوها شنو اليوم مصيرها، لأنها أصبحت قناة تشتغل لشخص معين، فنحن ما نشتغلوا الشخص، نحن نشتغلوا الوطن، فاشتغالنا الوطني خلينا نكون بدرجة كبيرة من الشفافية وبدرجة كبيرة من العدل بين المشاركين في الانتخابات هذه. ونحن طبعا يشرفنا جدا أن تكون هذه الشراكة موسعة لماكسيموم بوسيبل. كلمة نهائية، أنا متيقن أن عندكم العديد من الأسئلة العملية، أنا طالب منكم فقط إذا وقعت بعض أخطاء صغيرة، لأن أنا متيقن باش تكون العملية حرفية بامتياز، ولكن العمل يبقى عمل بشري وهي أول تجربة، فطالب منكم شوية من التفاهم، لأن أنا بنفسي حضرت العديد من الدباء في العديد من الدول الأوروبية وشفت أحيانا بعض الأخطاء، ولكن كانت أخطاء صغيرة معناها يغض عليها الطرف، ولكن انظروا للهدف الكبير وهو جمع التوانسة نحو بث موحد، وباش تشوفوا قريبا في بين غدوة وبعد غدوة تشوفوا الافيشاج في كامل أنحاء الجمهورية، لأن هذا بمبادرة مناظرة كذلك، أن باش تكون افيشاج في كامل الجمهورية دعوة إلى مشاهدة هذه المناظرات الحرة المستقلة والنزيهة. شكرا لك سي الأسعد خضر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة. ذكركم سيدة المشاهدين أنتم تتابعوا في هذا النقل المباشر للندوة الصحفية اللي نقدموا فيها برنامج الطريق إلى قرطاج تونس تختار المناظرات الرئاسية 2019. تابعوا تقريبا تفاصيل البرنامج الذي سيتم إعداده وتنظيمه وتحضيره في التلفزة التونسية الوطنية والإذاعات العمومية، ثم أيضا بالتنسيق مع التلفزات الخاصة والإذاعات
الخاصة. وعليش قلت الإذاعات الخاصة؟ لأن هي أيضا معنية بهذا البث المباشر للمناظرات الانتخابية. وسي محمد كمال ربينا رئيس نقابة الإذاعات الخاصة، لك الكلمة. بارك الله فيك. أنا أحب نقول حاجة، ما نشكر شكر كبير برشا لصديقي وزميلي سي لسعد خضر، لأنه وقت لي اتصل بي وطلب مني أنه باش نكونوا شريك معهم في المبادرة هذه. وشكر كل الأطراف الأخرى اللي ساهمت واللي كانت سبب باش أنه تصير المناظرة هذه مع جميع المؤسسات الإعلامية. قلت له راهو بالعكس هذه حاجة احنا تشرفنا ويزمنا نكونوا معك انتما كتلفزات خاصة واحنا كإذاعات خاصة، لأنه أهم حاجة هو دور كبير برشا أنه نكملوا بعضنا. فماش هذه راهو إعلام عمومي أو خاص، راهو الرسالة متاعنا رسالة نبيلة، ويزمنا نمنوا الإعلام حق لكل مواطن. احنا دورنا باش أن نساهموا في باش نخليه المواطن هو اللي باش يحكم وحده على مترشح هذاك. دونك دور الاعلام الخاص وخاصه الاعلام الجهوي الخاص، لانه هو اعلام القرب مع الاعلام العمومي الجهوي، دور كبير برشا، لانه احنا اقرب للمواطن. وبالطريقه هذه بالمناظره هذه مع بعضنا الناس كل معناتها باش نوصلوا الصوت كل مترشح لكامل تراب الجمهورية، دور كبير برشا. ونحب فرصة زادة باش نأكد على أنه الإذاعات في الجهات راهو عندها دور كبير في هذا وعندها صعوبات كبيرة. دونك إن شاء الله أنه نتفاداو برشا صعوبات باش أنا يقع البث الموحد بطريقة، وخاصة من ناحية التقنية هذا يهمنا. وإن شاء الله نزيدوا ندرسوه أكثر، معناتها خطر عنا إذاعات حتى جمعيتية ونتمنوا أنها تشارك معنا. احنا كالنقابة بالنسبة للإذاعات الخاصة، أغلب الإذاعات اللي هي منخرطة معنا موافقة معناتها على المبدأ هذايا، وديما تقعد دعوة مفتوحة لكل الإذاعات الأخرى. ونتمنى كما قلت دونك الإذاعات الجمعيتية والإذاعات الجهوية اللي ما زالت ما شاركتش معنا تلتحق بنا. وشكرا. اختصرتي دولي كاملة يعطيك الصحة. طبعا نحكي على انه يكون البث على القنوات الخاصة والإذاعات الخاصة بشراكة مع التلفزة التونسية، ثم أيضا مبادرة مناظرة. سي بالعباس بن كريدة رئيس المؤسسة لمبادرة مناظرة باش قدم لنا فلسفة المشروع بصفة عامة، تجارب الأخرى، وإحنا خاصة معناه مستحقين نعرفوا أكثر معلومات في الجانب هذاك. كيف جاتكم الفكرة من الأول وهل بنيتوا على تجارب أخرى؟ هذا كل باش تذكروا تقريبا في المداخلة نتاعك، بما أنه هي الأولى في تونس إن شاء الله هذه المناظرة. بارك الله فيك ويعيشك. باش نجرب نحكي معاكم بالتونسي، اصبروا معايا شوي لانه جديد على اللغه التونسيه. نحب نشكر اولا الهيكه والليزي ومؤسسه الاذاعه التلفزه الوطنيه ونقابه اصحاب التلفزات والاذاعات الخاصه على عزمهم في انجاح الحدث التاريخي هذا. المناظرات الانتخابيه مهمه برشا للديمقراطيه، خاصه وان تونس ورات عن جدارة إنها الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي لحد الآن. الهدف المناظرات الرئاسية والتشريعية هو إنه الناخب ينجم يتعرف على المترشحين وعلى برامجهم السياسية، وينجم يقارن بيناتهم باش يعرف شكون باش يختار. كيف خممنا السنين التالي في المشروع هذا، الناس الكل قالوا لنا مستحيل، أما أنا فرحان برشا اللي احنا اليوم هنا ونحقوا مع بعضنا المستحيل. المستحيل ما نجم حتى حد يطبقه وحده، هذيك علاش احنا فخورين برشا اللي توحدنا كاعلام عمومي واعلام خاص وكمجتمع مدني لانجاح التجربه هذه. كي نقولوا تونس تصنع تاريخ مرة أخرى، يعني إحنا نؤمنوا إنه الأجيال الجاية بعد 40 أو 50 سنة باش يتذكروا إنه تونس كانت أول بلد عربية اللي نظمت مناظرات انتخابية، باش نحكيوا لأولادنا وأولاد أولادنا، نحكيوا لهم كيفاش التلافز والإذاعات العمومية والخاصة توحدوا من أجل المصلحة الوطنية. اليوم الإعلام التونسي باش يقوم ببث حي ومشترك لمناظرات الانتخابية
وهو يأسس الفضاء العام صحي ومتماسك. الانتخابات الحرة هي أساس الديمقراطية، لكن فقط الفضاء العام الصحي والمتماسك هو اللي يبعث فيها الحياة. عندي زيادة خبر مزيان، خبر مزيان ياسر نحب نعلن عليه، هو أن جامعة ييل الأمريكية واللي هي من أكثر الجامعات المعروفة في العالم بشراكة مع مبادرة مناظرة باش تقوم بدراسة أكاديمية. الدراسة هدية باش تكون حول نوعية الخطاب السياسي في المناظرات الانتخابية في تونس، وهي أول دراسة في العالم تنجز في هذا المجال. احنا نسمع ديما على تصدير الأفكار والابتكار من الشمال إلى الجنوب، احنا اليوم نطمحوا ان نغيروا الفكرة هذه والتصدير الأفكار والمبادرات يكون من الجنوب إلى بقية العالم. احنا متأكدين انه قادرين باش نحقوا هذا إذا توحدنا، وكما تقولوا أنتم في تونس المستحيل ما هوش تونسي. يعيشكم. ميرسي. سي بلعباس بن كريده رئيس مؤسسه مبادره مناظره، مع كلامك بالتونسي راه واضح بالكدا، ما في حتى مشكل فهمنا تقريبا، بالعكس كل التفاصيل اللي تخص المناظره ممكن اكاديميا ينجموا يطلعوا عليها ويمكن مطلعين عليها صحفيين بما انهم مشوا يكبوها اليوم في تونس عبر التلفزه التونسيه، القنوات العموميه الاذاعيه ثم القنوات الخاصه والاذاعات الخاصه. توا نمشيو الى الشكل والمضمون، كيفاش باش يكون المناظره؟ سي لاسعد الدهش، كيفاش باش تكون المناظره هذه؟ اكيد باش عدد كبير من الصحفيين ومشاهدين والناس اللي باش تتبع المناظره الانتخابيه تحب تعرف كيفاش باش تكون بالضبط، شكون المشاركين، قداش من واحد، التوقيت، ربما تفاصيل تهم الشكل والمضمون الخاص بالبرنامج. تفضل سي لاسعد. بالنسبه للمناظره هما باش يكونوا حسب الاتفاق الأولي والأعداد الأولي ثلاثة مناظرات، كل مناظرة إذا على حسب العدد الموجود الآن متاع المترشحين ثم 10 مترشحين، معناها 10 مترشحين عن كل مناظرة. القرار المشترك كان واضح في المسألة هذه، توجه دعوات للجميع، اللي يأكد الحضور متاعه باش يكون المكان متاعه موجود، وحتى ما كانش موجود معناها ما حضرش باش يقعد المكان فارغ. هذا اللي أكد حضور، اللي من الأول ما أكدش الحضور متاعه باش تولي مثلا تنجم المناظرة الأولى يتخلى فيها مثلا واحد أو اثنين باش ترى العدد باش ينقص، أما ما تراش مكان فارغ. هذا حسب القرار المشترك اللي جاء. المناظرات باش يكون فيها 3 محاور رئيسية، اللي هي تهم هي رئاسية بطبيعة الحال باش تكون الأسئلة والمحاور هذه حسب الصلاحيات اللي هي خاصة برئيس الجمهورية، المحورين الأولين، والمحور الثالث باش يكون في المجال الحيوي، أي أنه يكون نوعا ما متنوع باش تفهم حتى الثقافة أو الإلمام الخاص بكل مترشح، ممكن تاخذ جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، ثم عديد الجوانب الأخرى اللي تهم المناظرات. التوقيت والمدة الزمنية اللي باش تخصص الكل، التوقيت والمدة الزمنية اللي باش تخصص الكل مترشح باش تكون متساوية وباش تكون واضحة وشفافة. توزيع الكلمة بالنسبة ليهم باش يتم من خلال القرعة زاد التطبيق لمبدأ الشفافية. الأسئلة باش تكون مش نفس السؤال اللي هو باش يطرح، إلا في نوعية خاصة من الأسئلة اللي ممكن أي واحد كي باش يجاوب عليها باش يعطي فكرة مختلفة. اما ما جاتش مثلا تطرح سؤال اول للمتناظر الاول وبعد تلقى 10 معناها 9 اخرين بعده ممكن ياخذوا اخر واحد فيهم ياخذ فكره اكثر وممكن يجاوب حتى كي يجمع الاجابات الكل. هذا مش باش يكون موجود، انه العدد الاسئله باش يكون كبير بالطريقه هذه، انك وقت اللي تطرح سؤال في نفس المحور بالقرعه بتطبيق مبدا الشفافيه باش تكتشف كل مترشح كيف ما هو. ثم جوانب أخرى، ثم زاد وعود اللي ممكن في كل مناظرة باش تتم، أنه في آخر المناظرة ثم وعد من المترشحين أنه في على المدى القصير 100 يوم الأولى شنو هو الوعد اللي قدمه للتوانسة، وفي نفس الوقت بعد ما يقدم الوعود هذيك للتوانسة أنه يوعد أيضا أنه بعد 100 يوم أو 99 يوم يعاود يرجع
ونحاسبوا بعضنا وين وصل، ايش حقق منهم، وشنو الصعوبات اللي لقاها، بالطريقه تكون اكثر تفاعليه، اكثر قرب. الهدف الرئيسي هو شنو؟ الهدف انه المواطن التونسي الناخب يعرف المترشحين اشكونهم، شنية برامجهم، يفهمهم باش يعرف من بعد شكون ينتخب. هذا هو الهدف، ما ثماش حاجه اخرى غير هذا. ولذا البرنامج هو ياتي في هذا الاطار العام، باش يكون فيه زوز مقدمين بطبيعه الحال، واحد على القطاع الخاص واحد على القطاع العام، او وحده واحد، ديما ثم مبدا التناصف ومذكور زاد في القرار المشترك، هذا باش يكون موجود. ان شاء الله الشكل والمضمون يكونوا يشدوا الجمهور ويشرفوا تونس وينوروا تونس. وشكرا. شكرا. ها باش نفتحوا باب النقاش، هبدا تقدموا الاسئله وجاوبوكم المداخلين الكل. شكرا لكم على المداخلات هذه والتفاصيل. نعاود نذكركم اعزائي المشاهدين انتم تتابعوا في البث المباشر للندوه الصحفيه اللي نقدموا فيها برنامج المناظره طريق الى قرطاج، تونس تختار انتخابات 2019. توا باش يكون باب النقاش مفتوح للصحفيين. نعرف انتم متعودين، لكن بكل لطف نطلب منكم قدموا القنوات اللي انتم تخدموا فيها اثناء القاء الاسئله واسمكم ولقبكم ان كان تسمحوا. ميرسي. لا لا، فقط بالنسبه لسي عادل لانه عنده التزامات، فما اسئله خاصه بالهيئه نبداو بها هي باش من بعد نجم يتغادر. عسلامة، صباح الخير. ذكرى عبيدي، صحفي من وكالة افريقيا الانباء. باش نتوجه للهيئة، كيفاش طريقة الهيئة نتاعكم، هيئة الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كيفاش باش تكون طريقة المراقبة نتاعكم لهذه المناظرة؟ انتم قلتوا اللي انتم باش تكونوا كمراقبين، كيفاش باش تكون الطريقة نتاعكم؟ شكرا. ماهر صغير، راديو جوهرة فام. نحب نسأل قداش من المترشحين لحد الآن اون كونفيرمي لور بريزونس في المناظرة هذه؟ لعيلي، جو لي دوموندي سي لو كانديدا نابيل كاروي سي لي توجور اون بريزون اي سي لا توجور لو دوا دو سي بريزونتي اوز الكسيون. است كو فوز الي تروفي ان مويان بو كيل بويس بارتيسيبي؟ Aslema Wissal Raye, Digenet News. En fait, moi, je voulais juste savoir, vous ne trouvez pas que 10 candidats, c'est un peu beaucoup par débat? Moi, je me souviens qu'en France, quand il y avait 11 candidats, les Français s'étaient plaints du fait que ce soit très, très inaudible par les téléspectateurs. Est-ce que Ntouma Matrafouche et nous rachèrent la candidate ou y est cette cacophonie, mais bien, mon arf, ou y est, c'est un peu compliqué qu'il n'y ait pas d'arqué dans les débats. Il va falloir des présentateurs et d'être très 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 costauds. Est-ce qu'on a les noms des deux journalistes qui vont poser les questions, s'il vous plaît? Merci. Amir Ouchnedja, média analyste de la mission d'observation électorale NDI et RI. في الفصل الثالث من القرار المشترك في الباب اللي يحكي على الإجراءات، يعني الإجراءات التطبيقية للمناظرات، يحكي على أن الصحفي يلتزم بعدم محاججة المترشحين. هل في الإجراءات أنتم راح تسمحوا للمترشحين أنه يحاججوا بعضهم؟ سعيد الخزامي، عفوا، ربما استكمال للسؤال هذا، كم الوقت المخصص لكل مناظرة أولا حتى نفهم إذا كان فعلا العدد كبير ولا صغير؟ ثم سي الأسعد ما ذكرش عدد التلافز اللي هي حتى الآن مسجلة في أنها تكون مشاركة في المناظرات. عدد الإذاعات أيضا نحتاج إلى أنه نعرفه. بخلاف هذا، سؤال يطرح ربما بشكل ملح، وهو أنه شنو، هل ثم ربما إجراءات ستتخذ ضد أي
مرشح يقول لا أنا مش مشارك في الانتخابات، خصوصا وأنه نسمع من مرشحين تقريبا مرشحين اللي ربما بارزين في هذه الانتخابات أنهم مش راغبين في كونهم فعلا يواجهوا منافسيهم. شكرا. صباح الخير الناس الكل، شكرا على الكلمة. حسام علوي، رئيس جمعية مترجمي لغة الإشارات. هي فعلا مبادرة معتها ممتازة، ومبادرة ما تنجم كان تثري الفعل الديمقراطي والتحول الديمقراطي اللي نعيشه فيه. مبادرة بالحق كما قال سي بن عباس باش تبقى للأجيال وللتاريخ، تاريخ تونس السياسي والديمقراطي. ولكن السؤال متاعي هو تم الاشتغال والعمل في ورشات في التلفزة الوطنية مع مبادرة على موضوع مهم ياسر اللي هو ترجمة لغة الإشارة، والفئة هذه اللي في تونس يمثلوا ما يقارب 150 ألف أصم، واللي مهم ياسر في المبادرة هذه نوصلوا صوتهم. يسيرتو الأهم أنه يعرفوا المترشحين شنو برامجهم وكيفاش باش يختار. نظن هو مواطن، لكن مواطن عنده طريقة أخرى في التواصل مختلف علينا. احنا يلزمنا نفهموا الطريقه هذه، واحنا يلزمنا نوصلوا له ونوصلوا له المعلومه باش هو بعد يكون مواطن ناخب وقادر يختار. اللي سمعت انه بعد ما حكينا وخدمنا على الحيثيات وكيفاش باش تكون الترجمه، ان سمعت انه ما فماش امكانيه انه باش تكون ترجمه بلغه الاشاره في هالمبادره هذه. انا نشوف مهم ياسر لو كانت تصير، لانه الاستثناء موجود في تونس، والاستثناء ينجم يكمل ويكون متميز أكثر لو كان هالتجربة هذه تكون فيها ترجمة لغة الإشارة، ونصلوا للناس هذوما ونقولوا لهم راهو فما المبدأ المهم في اتفاقية الدولية حقوق الشخص العاق اللي هو مبدأ تكافؤ الفرص. رانا احنا مع المبدأ هذية، واحنا قادرين نوصلوا لكم المعلومات بالطريقة اللي تستجيب لقدراتكم وتستجيب لاختلاقكم اللي هي لغة الإشارة. وشكرا. السلام عليكم. طارق حسين من قناة زيتونة. حبيت نسأل سي الأسعد القرعة نتاع الأسئلة تعملت ولا مازالت؟ شكون باش يشرف عليها؟ سي الأسعد دهش، سي الأسعد دهش. القرعة نتاع الأسئلة معناتها سيد عام وقتاش تعمل؟ وشكون اللجنة اللي باش تشرف عليها؟ كيفاش نعرفوا معناتها أنها تكون أسئلة حيادية لكل مترشح؟ أيضا فما ذكرتوا انه البث باش يكون مباشر مره واحده تفاديا انه يتكرر البث مره اخرى. فما قنوات اجنبيه تنجم تبث وتنجم تعاود تبث، كيفاش تنجموا تاخذوا حذركم من الحكايه هذه؟ ميرسي. عسلامه الناس الكل، نحب نقدم سؤال لعادل البرنسي، هند الرحموني لاذاعه تونسيه. حبيت نسال سي عادل البرنسي في صورة حدوث تجاوز، كيفاش باش يكون تدخل هيئة الانتخابات؟ عسلامة الناس كل، وفاء الغندري ناشطة في المجتمع المدني. نحب نقدم تحيتي لكل، نحب نقدم تحيتي لكل المبادرين ومشاركين في المبادرة، في المبادرة هذه. وهذه أكبر دليل أنه في بلادنا تكريس للديمقراطية ولأسسها مشكورين. لكل سؤالي على أي أساس بيكون اختيار المترشحين اللي باش يكون في أول نهار باش يتبعث؟ شكرا. مازال أسئلة؟ Do you have questions in English or French? Okay. مشكور. أنا كنت متأكد أنه باش يكون مثل هذه المبادرة باش تحدث العديد من الأسئلة، وهو بدي تطرح الأسئلة من توا، ذاك علاش أنا قلت راني متوقع. أنا باش نجاوب على نقطة واحدة، كيفية مراقبة هذه المناظرات. هو راه ساهل ياسر، هو القرار المشترك والقانون الانتخابي يقول أن احنا نراقبوا، نعملوا عملية الرصد لوسائل الإعلام المكتوبة الإلكترونية، والهيكا تراقب هي الوسائل السمعية البصرية. بالطبيعة باش تكون تقارير
لهيك إذا كان ثم تجاوزات وكل شيء باش توصلنا وتوحيلهم في إطار الشراكة المجلس الهيئة، مجلس هيئة الانتخابات باش ينظر فيهم إذا كان ثم تجاوزات أثرت على النتائج، أثرت على سير العملية، راه وقتها باش يكون يتدخل مجلس الهيئة ويكيفها لأنها وصلت الجريمة الانتخابية ولا، ووقتها ياخذ قرار ينجم يأثر على النتائج. المشاركين فما مشكل، الناس ما تعرفش اللي توا عندنا 26 مترشح للرئاسة وفما 4 طعون وصلت لنا، فما طعن اللي تم نشره وبرنسيب اليوم نحكموا يا باش يرجع للسباق ولا ولا باش يتزاد، يعني مش وليو 27 ولا، فما 3 طعون هما مازال ما تنشروش، وبدال نخافوا كل خوف ان شاء الله المحكمه الاداريه تمشي معانا باش نبتوا فهم اليوم ولا غدوه نعرفوا القرار النهائي باش نهار ال 31 نكونوا النتيجه النهائيه. نخافوا فما خوف انه تعطلنا نتعطلوا اللي ما نعرفوش 31 فما قداش من دخل. مبدئيا عندنا 26 مترشح، فما 4 في الانتظار يمكن يوليو 32 باش تبداو عارفين. هذوما باش يقع بعد، انا حكيت قبل راه كنت واكبت من الاول المناظره كيفاش باش يكون، لقينا بعض الاشكاليات في القرعه، لقينا بعض شكون الاول شكون الثاني، بالحق تطرح شكون هذا كي تطرح له سؤال كي تقعدها مع بعض والسؤال الاخر كما قال سي الاسعد باش ينتفع منه وينتفعش، لكن هذه انا شفتها تو في التجربه في موزايك وكنت حاضر في القرعه نتاع قناه خلينا نسميها، شفتوا كيفاش كل يوم واحد يتسال، فما اسئله اللي هي ستاندارد تسال وفما اسئله يداخل فيها حسب تجربه موزايك. التجربه اللي مؤسسه التلفزه عندها تجربه، عندها اكيد من الصحفيين، وانا نعرف اللي انا في الاصل صحفي، نعرف اللي في تونس اكيد من الصحفيين الحرفيين برشا ينجموا يوفروا، لانه سؤال تسال قالوا كيفاش يعرفوا يا اخي حرفيين ولا وشكونهم الاسئله، لانه دي جاباري مترشحين دي جاباري، احنا نشوفوا احنا عندنا زاد عندي الثقه في الصحفيين اللي هما دي جاباري نجموا يسالوا الاسئله اللي يوصلوا الصوت صوت المترشح للناخب. اما ديما راهو قلت لك اذا كان فما نوع من الحيف نوع من التاثير وهذا باش يكون تحت رصد الهيكاء، اذا كان فما تاثير لصالح مترشح على حساب مترشح راه وقتها فما اجراءات. هي ديما نقول راهي تجربه اولى، بدايتها باش تكون تجربه بعد باش نحكم عليها، لكن راهي تجربه فيها نقله نوعيه، كنا في التعبير مباشر جاف شكلا اللي يجي واحد قاعد في ستاندار يبدا يقول اليوم باش نعملوا شيء جديد في تونس، اليوم باش نشوفوا المترشح شنو باش يقول للناس، شنو باش يعبر، باش نعطيه فرصه باش يتكلم، زاد الناخب يلزمو يعرف، ومبدا الاتاحه راهو نوفروا الناس كل نفس الدور. بالنسبه لذوي الاعاقه، لذوي الاعاقه احنا في الهيئه عندنا توجه ديما نشاركوهم في اي نشاط، حتى في السبوت نتاعنا في اي حاجه في اي حمله تحسيسيه راهم يكونوا حاضرين، لكن فما اشكال لازمني نطرحه، راهو الجمعيات المهتمه بذوي الاعاقه ما هي جمعيه واحده، عدة أطراف تحب تتدخل، ولهذا يقول لك أنا هو الأولى باش نعمل لغة الإشارة، هذيك نخليها للمؤسسة اللي دعوة تلجأ باش تختار فهمت هي تختار، أما راهو مبدأ اللي تاعها يلزم يتوفر لغة الإشارة يلزمها موجودة، لغة فما ناس 150,000 ولا كذا يلزم يوفرهم هما ناخبين قبل ما يكونوا مواطنين، زاد يلزم يوفروا لهم هذا. وشكرا. شكرا سي عادل. إجابة معاش كان فما أسئلة أخرى ما تمش الاجابه عليها سنوري تفضل. وي طبعا عديد من الاسئله تطرح، وخاصه انه كما قلنا مبادره المناظرات هذه لاول مره، تبقى نحن نعتقد كما قال زميلي سي عادل انه عندنا صحفيين قادرين باش يدوروا الحوارات هذه والمناظرات هذه. ثانيا ننطلقوا من حسن النيه، احنا نقولوا معناها مبدا الحياد سيكون مطبق الى غير ذلك، لكن تقولوا تحت اشراف الهيئتين مثلا احنا طبعا مش نراقبوا كيفاش تصرف المؤسسه الاعلاميه، هل ترى اديت العمل نتاعها حسب الضوابط الموجوده ولا لا الى غير ذلك، وذاك طبعا يقع رصده ويقع تكوين ملفات ويقع اذا فما فريمون اخلالات، وقع طبعا مجلس الهيئه ينظر في الموضوع ذاك ويمكن له ان يتخذ قرارات في هذا الشان، لكن احنا نعتقد انا راسخا ان المؤسسات الإعلامية المشاركة لها كل الاستعداد وحسن النية أن تكون المناظرة هذه في أحسن ظروف وتوفر طبعا مبدأ المساواة بين المترشحين. طبعا المشاركة في المناظرة هذه مش إجبار، المرشح اللي ما يحبش يشارك ما يشاركش، تبقى هو تخلى عن حقه
خاطر هو شنو هذا وسيلة طريقة معينة لإيصال مشروع لإيصال لو ميساج نتاع المترشح هذاك للمواطنين وربط الصلة بينه وبين الناخبين إلى غير ذلك. من يريد أن يتخلى عن حقه فله الحق في ذلك. دونك أما إحنا كهيئة هيئة إعلام وهيئة الانتخابات يعني دورنا أن نضمن أن كل المترشحين لهم نفس الحقوق طبعا ونفس الواجبات. علاش الهيئة الانتخابات أيضا تراقب مستوى الخطاب يعني المترشحين إن شاء الله يكون ما فماش خطاب يدعو إلى العنف أو يدعو إلى الكراهية إلى غير ذلك. دونك انطلاقا من ذلك طبعا تكون المناظرة هذه تؤدي واجبها وإن شاء الله نوصل للهدف المقصود. شكرا. أنا حبيت توا نجاوب على السؤال اللي هو على عدد المترشحين اللي أكدوا مشاركتهم في المناظرات. بالنسبة للمترشحين العملية هذه راو تم زاد في إطار شفاف. هذاك علاش حتى سعادة قلت له قال كان ماشي قلت له لحظة بركة لأنه هو معني بالمسألة هذه. نهار 31 تم عملية القرعة وقت اللي يعلنوا على القائمة النهائية وقتها تم عملية القرعة في التاريخ هذاك. والقرعة هذه هي اللي بتحدد وجود كل مترشح في أي حلقة، معناه في الحلقة الأولى في الثانية أو الثالثة عن طريق عملية القرعة هذه. والمراسلات احنا أصلا وجهنا مراسلات يظهر لي وصلتكم باش نحدوا أنه إجراءات العادة أنه هيئة الانتخابات هي اللي توجه المراسلات للمعنيين. لهنا ثم زاد الشرط 48 ساعة يظهر لي باش توصلهم وباش يجاوبوا. ثم جوانب تقنية هذه باش نشوفوهم مع الشركاء متاعنا والهيئتين بخصوص أن وقت اللي توجه الدعوة كيفاش نأكدوا أنه أكد حضوره ولا لا، لأنه هذا باش يكون فاصل أنك باش تحط المكان متاعه فارغ ولا باش يكون يتنحى أصلا لأنه ما أبداش رغبته منذ البداية في المشاركة. لا، لأنه أصلاً أنت عملت الحلقات واضحين في ما بشتبق مبدأ يلزم الناس الكل كيف كيف بالطريقة هذه حتى في الإنجاز متاع المناظرات ما تصير لكش إشكاليات. من الأول معروفين كل واحد عارف التاريخ متاعه وقتاش باش يحضر باش يهيئ روحه، ما تجيش من بعد تقول له أنت راه باش نقدمك ولا نوخرك. هذا ضد المبدأ الأساسي. اثنين، عدد المتناظرين هذا باش نعرفوه نهار 31. وثم جانب آخر اللي هي قالت 10 برشة وأقل نجم يكونوا شوية وأكثر تولي برشة برشة. كيفاش؟ لأنه إذا أنت فرضا باش تعمل في عوض 3 مناظرات باش تعمل 4 أو 5 مناظرات، العدد باش يقل صحيح، لكن الهامش متاع الاختيار بالنسبة للمشاهد وللناخب باش يولي واسع. أنت الهدف متاعك شنو؟ باش تحط أكبر عدد من المترشحين باش ينجم يقارن بيناتهم باش ياخذ هو فكر عليهم ويحدد القرار متاع الاختيار شكون الشخص المناسب بالنسبة ليه. إذا أنا باش نوسع في الفترة شتت، وإذا قللت في العدد كيف كيف حتى الاختيارات زادة كيف كيف باش تشتت. الأفضل أنك تسهل عليه لكن ما تفوتش حد معين. ذاك علاش قلت لك أكثر منه باش يولي برشا. حاجة أخرى، حتى العدد كي يبدأ كبير أنت وطريقة اعداد البرنامج، ثم برامج اللي فيها محاجة وبين المترشحين نفسهم، لهنا اللي صارت المشكلة اللي حكيتها بين الأحجاش المتناظر. لهنا طريقة باش تكون ثم آليات أخرى، والتجربة هذه راهي تونسية وحسب طبيعتنا التوانسة ونعرفوا طبيعة التونسي. إذا بسيب في المحاجة هذا الكل مدروس بطريقة أنك تتفرج من شتكش كجمهور باش نخليك تختار باش تخليك تعرف. هذه هي الأهداف الرئيسية. به عندك ترجمة لغة الإشارة موجود باش يكون موجود. المدة الزمنية المعدل متاعها هي 2.5 ساعة. وعلاش كل شيء مفسر وطبعا نعطيكم حتى البرنامج كيفاش باش يتم وتحط يتحط على الموقع في إطار الشفافية. زاد
كل البرمجة الخاصة بالانتخابات الخاصة بالمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين تلقاوه في البواب وتلقاوه على الصفحات، وحتى الكوندكتور الخاص بالمناظرات قبل انطلاقها نعطيكم فكرة عامة، مش نعطيكم الأسئلة طبيعة الحال، أما نعطيكم فكرة شنو كيفاش الطريقة متاع البرمجة متاعها والآليات متاعها وكل الضوابط، هذا في إطار مبدأ الشفافية. القرعة الأسئلة، قلنا الأسئلة كيفاش تتم، أنه شكون باش يحضر فيها بطبيعة الحال باش يكونوا حاضرين الهيئتين يوم أو ممثلهم، وثم عدد المنفذ، والأسئلة ما تتمد أي سؤال إلا بحضور عدد المنفذ، زاد في إطار تطبيق مبدأ الشفافية، معناه ما تخافش أنه واحد باش نعطيه سؤال صعيب وواحد باش نعطيه سؤال سهل، لا، الأسئلة تقريبا في الصياغة نتاعها باش تكون متشابهة باش نجم تفهم من خلالها. اثنين، العملية هذه في طرح السؤال زاد تخضع إلى عملية القرعة، لكن عملية القرعة باش تتم اون اوف زاد باش ما نأثروش على المشاهدة، باش يكونوا موجودين وموثقة، كل شيء موثق، لأنه بعد أي واحد يحب يرجع النجم نعطيه الإمكانية أنه يرجع ويشوف العمليات هذه باش ما تصيرش أي مشكل أو طعن فيها. عنا إعادة البث، قالوا قنوات أجنبية كيفاش معناها باش تعاود تبث؟ مسألة سهلة، أنك أنت ديفيزور وعندك لدروا ولا لا؟ الديفيزور اللي عنده لدروا يعطي الدروا بشروط، أنه نعطيك الدروا تبث شرط أنك ما تعيدش البث، ماش مشكلة لهنا لأنه معروفة ومتعامل بها في كل الجهات، فما قانون فيها. شكرا. التوقيت هي باش تكون في وقت الذروة الساعة 9 تقريبا، الموعد متاعها وقتاش باش تكون في الفترة الأخرى، مش في النص الأول، مش في النص الأول، أول مرة كنا باش نعملوها في النص الأول، معناها نكونوا صريحين مع بعضنا وفي إطار تطبيق مبدأ الشفافية نكونوا صراحة مع بعضنا. من الأول كانت باش تعمل في الفترة الأولى لبعض الإشكاليات التقنية في الفضاء، من بعد كي تحلت المشكلة هذه لقينا الأنسب وحسب التجارب أنك تقرب أكثر لموعد، أنك تقرب أكثر للموعد الانتخابي باش تساعد النخب، هذا الهدف الرئيسي، قد ما تقرب قد ما تساعد. لكن في التجربة الفرنسية كي قربوا برشا زاد أثرت، كي كانت قبل بنهار أثرت، وهما بيدهم قاعدين يراجعوا في التجربة متاعهم، علاش؟ لأنه وقت اللي تعملت في الفترة هذيك خلاتهم كانوا ماشيين باش ينتخبوا طرف، تبدلت من بعد المناظرة مباشرة، وكأنه الإعلام كان موجه، هو الفاصل وكأنه موجه في الاختيارات. إيش باش يصير لهنا؟ ما تبعدش برشا، لكن تخلي المجال زادة للناس باش تهضم المعلومات هذه وتختار على راحتها. معناها أقل شيء ثم 4 أو 5 أيام عن موعد الصمت الانتخابي، وهي باش تكون قبلهم، معناها في الأسبوع الثاني، وبعيدة شوية على موعد الانتخابات، وفي نفس الوقت زادة المرفق العام ماهوش باش يتخلى، في نفس الوقت المرفق العام ماهوش باش يتخلى على التعبير الحر، بلغة أخرى جميع الفرص متاحة للمترشحين واللي باش ينتخبوا أنه يكتشفوا سواء من المناظرات أو يكتشفوا من خلال التعبير الحر. احنا هدفنا أن نبسطوا المشهد فقط. منتصر نغموشي مجتمع مدني. 10 أوت هشام سنوسي عضو الهيكل قال لي المناظرات هذه مسألة سيادية وما ثمش اتصال بيناتهم وما بينات مبادرة مناظرة وجستمع، حفاظا على تونست الحدث هذا والمناظرة هذه، هل باش يكون، هل لماذا لم يتم الاستعانة بأحد الجمعيات وإلا المنظمات المجتمع المدني التونسي اللي عندها خبرة في تنظيم مناظرات كما في البلدية اللي فاتت مثلا برلمان، نتفكر عملت حاجات كيما هكا وسينا خاطي هذاك الكل أسئلة كيما شنية باش تعمل في 100 يوم والويلة ولا حاجات كيما هكا تظهر أمريكا شوية. دونك كيفاش صار معناها بين الهيكا وبين مبادرة مناظرة؟ شكرا. على
السلامة. أنا مدام سلوى جريسة، منسقة مشروع مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس. وإحنا عملنا ورقة سياسات للمناصرة فيما يخص الحقوق والحريات في تونس. أنا نتمنى لو أنه الصحفيين والصحفيات يدرجوا بعض الأسئلة في نطاق المناظرة هذه فيما يخص الحقوق والحريات. يلندرا الرئيس القادم المترشح يضمن أنه يحترم الدستور، أنه يحترم المعاهدات المصادقة عليها تونس، وإذا كان هو كذلك هل هو إذا كان عنده كتلة برلمانية لا بأس بها، هل سيسرع في مشروع قانون الحريات الفردية المودع من سنة 2018 في البرلمان؟ هل أنه مثلا حقوق ذوي وذوات الإعاقة اللي احنا نعرفه اللي هما اليوم يعانيه ينجم معناها يعمل مشروع قانون آخر، ولا ينقح القانون متاع 2008 باش يكون عندهم معناها يكونوا يشاركوا مواطنين ككل المواطنين؟ احنا نعرفوا المعاناة. هل أنه المجموعات التي يقع عليها التمييز، المجموعات أنا كنقول مجموعات هي المجموعات المسمية بالأقليات، فماشي إنه ريكونيسونس للمجموعات هذه اللي تعاني اليوم لأنها ما تعتبر نفسها معناها مواطنة درجة ثانية؟ فوالا، هذه مجموعة الأسئلة اللي احنا كمدافعين ومدافعات على الحقوق والحريات ماذا بينا لو كان معناها تتسأل لكانديدا، خاطر مهم جدا إنه المترشح ولا اللي باش يمشي القرطاج يكون معناها ضامن للحقوق والحريات. وشكرا. بربي سامحوني، اللي باش يطرح سؤال يقف لانه اللي كاميرامان محتاجينكم وانتم واقفين. شكرا على اتاحه الفرصه للاستاذ الهادي هشام ناشط حقوقي والمجتمع المدني، وأشكركم على هذه المبادرة الوطنية الطيبة في هذا الوقت ولإعلاء صورة تونس. تبقى سؤالي تقريبا توضيحي حول القناتين الخارجتين عن السرب، ماذا سيكون الموقف منهما إذا تم بالطبيعة السير في هذا البرنامج، ويمكن بروز بعض المعرقلات من طرفهم، فكيف سيكون الحال؟ وشكرا. زهرة سويح، ناشطة في المجتمع المدني. أنا قعدت عطشانة شوية للتوضيح في صورة كونه واحد من المترشحين يتعذر عليه باش يحضر، معناتها كان مبرمج وبعد ذلك ولا مش تحطوه انتو تعملوا كرسي فراغ. الاشكالية بالنسبة لنا احنا يا ترى اللي مش يتنظر معه كيفاش باش يعمل، كيفاش باش يوصل صوته، يا ترى باش يروح وقال باش منعرفش شنية الفرصة ولا الامكانية، كونه زاد حتى هو عند من حق من حقوقه مش على خاطر مترشح غاب ولا ما حضرش هو تولي ما عندوش حظ باش يوصل صوته. جوست حبيت توضيح كيفاش مش تعطيوه فرصة كونه هو بيدو، خاطر قلتوا قبيلة ما ينجمو بطبيعة ما تنجموش تعوضوه بمرشح آخر، سكي توتا في نورمال خاطر الآخر ما يكونش حاضر. وشكرا. عبد الخالق الأزرق لإذاعة تونسية. من المفترض انه في المناظره باش يكون فما تقسيم زمني، وربما فنفترض انه كل مترشح باش يكون عنده مقدار 15 دقيقه اذا كان حسبنا هكاك. ال 15 دقيقه هذوكم في صوره غياب المترشح او انه اعتذر على الحق نتاع الحضور نتاعو، هل باش يتم تمكينه منهم في بقيه المساحات الانتخابيه او لا في الزمن الاجمالي نتاع المترشح؟ باش يتم تعويضه ولا لا؟ نحاولوا إذا كان فما أسئلة أخرى نكملوها في ساعة لأنه طويلة الكونفيرانس، وإذا كان فما زملاء صحفيين باش ياخذوا الكلمة زادة يقولوا لي وتو نعدي الكلمة لنجاح. تفضل.
مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. نجح الشريف رئيس ائتلاف قائمة صوت ذوي الهمم. جوست حبيت نسأل معناتها شنو محضرين للأشخاص حاملي الإعاقة، كل سواء إعاقة سمعية، لغة الإشارة، سيغتو معناتها عندنا نومبر كبير متاع أشخاص حاملي إعاقة في تونس. وشكرا. زملاء صحفيين، فما شكون عنده سؤال؟ مبروك. نزلت عندك سؤال؟ وي يزي اكاهو ما عادش وقت. سعيد حاجته بسؤال. الاخير اعدكم بذلك. معليش، سؤال واحد يخصنا احنا صحفيين، يعني كيفاش باش يتم اختيار الصحفيين؟ هل باش يمثلوا كل محطات التلفزية والإذاعية؟ طبعا الكل ما يمكنش لأنه العدد كبير، وأنت قلت سي الأسعد 2 في كل محاضرة، يعني 6 في النهاية. هل 6 من الصحافة المكتوبة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية وهكذا؟ شكرا. أكهو سكرنا باب الأسئلة ولكم باب الإجابة، وأعذرونا على الإطالة. باش نبدا بالسؤال اللي على المساله السياديه اللي طرحها سي هشام السنوسي. ساعه المنظمه هذه ساعه تونسيه. 2، احنا منفتحين على كل المبادرات من المجتمع المدني اللي بادر، احنا مدينا يدينا معاه. ثم مساله لازم تعرفوها وكانت واضحه حتى اشرت لها منذ البدايه، انه بالنسبه للمرفق العام ما يقبلش اي تدخل في الخط التحريري اللي ممكن يمس السياده. معنى هذه مسألة محسومة منذ البداية، وكنا حتى واضحين فيها وقت اللي قمنا بالشراكة هذه، ومذكورة حرفيا حبر على ورق بالنسبة حتى للكونفونسيون اللي تمت بيناتنا وموجودة المسألة هذه، أنه المسألة هي سيادية تونسية. الطريقة اللي باش نديروا بها الحوار والاختيارات كلها يلزمها تتم عنا من خلال ضوابط وآليات. قبل ما ندخلوا في المناظرات عملنا حاجة أخرى اللي هي ممكن نتناقلوا عليها فترة أخرى، اللي لأول مرة باش يكون عندنا دليل واضح ومكتوب خاص بالصحفيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية في طريقة التعاطي وتحديد الضوابط الأخلاقية والمهنية بالنسبة لفترة الانتخابات. معناها ثم بعض الصحفيين وبعض المقدمين اللي ممكن تكونوا موجودين وما كنتش باش تراهم فترة انتخابات لأنه ما احترموش الضوابط هذه. هذه في إطار آليات التعديل الذاتي الخاصة بالمؤسسين. الشرط الثاني، عفوا سامحوني، الشرط الثاني اللي تم أنه أي جهة باش تدخل في شراكة معنا يلزمها تحترم هذا الدليل، لأنه المسألة هي مسألة سيادية بالأساس كيف ما كنت أنت تحكي. معناها لا خوف من هذا المجال. جانب آخر، أنه ذكرت أنه عندكم مبادرة بالنسبة للأسئلة وطبيعة الأسئلة. أنا نحبذ ثم الفريق اللي موجود من مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين وحتى الشركاء متاعنا، كان عندك مجموعة من الأسئلة ممكن حتى تقدمها هذية ويستأنسوا بها حتى في الأعداد، وإحنا منفتحين مش حتى عليكم أنتم، ثم حتى جهات أخرى اللي هي بادرت بطرح بعض الأسئلة متاع المواطنين أو عندهم بلاتفورم خاصة بالجانب هذا. احنا هذا الكل يثري وما يقلقش، لو لا يخلينا نخدمه باكثر اريحيه وعنا امكانيات اكبر ونشاركوا الناس. قد ما نشاركوا المجتمع المدني ووسائل الاعلام قد ما نكونوا قمنا بالاهداف نتاعنا. ثم بالنسبه للجانب اخر اللي هو بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، لهنا ما عندناش مشكل يظل يجاوبت عليه، أنه بالنسبة للغة الإشارة باش تكون موجودة، راهو ما ثم حتى مشكل. وإذا ثم زاد بعض الأسئلة اللي ممكن تطرح على المتناظرين كيف في هذا المجال نطرحوها وما عندنا حتى أدنى إشكال. فقط عندي ملاحظة صغيرة بالنسبة لمسألة المشاركة. طبعا في حالة أنه أحد المشاركين تخلف أو امتنع عن حضور هذه المناظرات، طبعا ما ينجمش يأخذ الوقت ذاك في مجال آخر، يعني في وقت آخر.
لا تو هذا الدوزيام تور هذاك تحكي على الدور الثاني. الدور الثاني طبعا اذا يغيب مرشح منهم زوج ما تصيرش المناظره في القرار موجوده. اما بالنسبه للدور الاول ينجم واحد يغيب معناه هو حر في ذلك، لكن ما ينجمش يقول انا راني غبت وماذا بيا تعطيوني هكا الوقت زاد في مجال اخر ولا حاجه، هذا غير ممكن. جستمون نعمل ملاحظه الان في الاطار هذا نحكي عليه الان، عمليه المشاركه وعدم المشاركه الغياب والحضور راهو من فضلكم كسواء قنوات ولا مشاركين. الغياب راهو سلبي، راهو الغياب ما يشجعش الديمقراطيه. يلزم اون بوان دو دوا اللي قال لا ما نجيش كتلفزه باش تجي تصور والا كمشارك باش يجي يشارك. عدم مشاركته ماهوش هذا باش يدفع الديمقراطيه ويدفع الشفافيه حتى نشوفوش قاعد يعرض للبلاد. فرجاء احنا من هذا المنبر نقولوا يا مشاركين ويا تلفزات ويا اذاعات حاولوا تكونوا كلكم موجودين لان غيابكم ماهوش ايجابي للبلاد. ومن حق الناخب تماما ان يشوف كل شيء ويعرض عليه تعرض عليه كل اللي زرقوا باش يختار. اخلاقيا نحب نقول راهو اخلاقيا راهو على كل ما يجب على كل الاذاعات الخاصه الجهويه او البث تاع وطني انها تشارك في المبادره هذه لان حق المواطن بصفه عامه سواء كان مستمع او مترشح حقه في المعلومه هذه. دونك ما فماش حتى ادنى شك. نتصور ان شاء الله الاذاعات الكل باش تشارك. شكرا. لو سمحتي حبيت جست ناكد انه مبادره مناظره تاسست في تونس في 2012 وهي تحت القانون التونسي هكاها يعيشكم. شكرا لك. كلمه الاخيره سي لاسعد حتى نختم. تفضل. ثم سؤال ما جاوبناش عليه اللي هو السي سعيد هكا ولا لا؟ بالنسبه للي باش يقدموا باش يكون واحد من الاعلام العمومي وواحد من الاعلام الخاص، معناها لهنا احنا زوج شركاء هم باش يختاروا واحنا زاد باش نختاروا، لانه ماك تعرف مناظره ما تنجمش تجيب 100 باش معناها واضحه. زوج شركاء هم اللي باش يختاروا شكون الطرف اللي باش يلقاه حسب الضوابط، وزاد المقترح زاد نتاعهم هما باش يمشي للهيكل، لانه ثم زاد عمليه رصد انه الطرف هذا محايد ام لا. معناها نحبوا نخدموا خدمه في اطار شفافيه تامه، انه المقدم اللي اعطى مواقف او خدم في حمله او غيره راهو غير معني باش يكون يقدم. معناها هذه موجوده في الكتيب اللي كنت نحكي لكم عليه في اطار الشفافيه اللي هي الضوابط اللي باش تطبق على المرفق العام وحتى الخاص اذا باش يدخل شريكه معنا في اطار السياده. شكرا. شكرا لكل الحضور اليوم، شكرا للصحفيين اللي لبوا الدعوه، زيد الممثلين على المنظمات والمجتمع المدني لبيتوا الدعوه لهذا المؤتمر الصحفي اللي قدمنا فيه تقريبا اهم التفاصيل المتعلقه بالمناظرات الانتخابيه انتخابات الرئاسيه 2019 الطريق الى قرطاج تونس تختار. تقريبا اهم التفاصيل المتعلقه بالمناظره، الشكل، المضمون، التجربه الاولى في تونس. في الختام بقى لي كان باش نختم طبعا ونشكر المشاركين معنا اليوم سي نوري اللجمي الهيئه المستقله للاتصال السمعي البشري، شكرا لك على الحضور. زايده كيف سي لاسعد ديسم رئيس مدير عام التلفزه التونسيه، سي لاسعد خضر رئيس الغرفه الوطنيه النقابيه للقنوات التلفزيه الخاصه، سي كمال ربين رئيس نقابه الاذاعات الخاصه، بالعباس بن كيد رئيس المؤسسه لمبادره مناظره، وعادل برنسي عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي غادرنا منذ قليل. شكرا للمنظمين، إن شاء الله أعزائي المشاهدين تكونوا تابعتوا أهم التفاصيل، لكن نقول لكم اللي يكون عندكم موعد مع هذه المناظرات الرئاسية إن شاء الله يتم الإعلان تحديدا على الأيامات اللي باش تابعوا فيها ثلاث مناظرات رئاسية، باش يكون عندكم متابعة على القناة الوطنية الإذاعات الخاصة أيضا الإذاعات العمومية، كما زادت تتمكنوا من متابعة البرمجة كاملة خاصة بالانتخابات الرئاسية 2019 من خلال البرامج الحوارية التفسيرية وكل ما عنده علاقة بالانتخابات، وهذا يقعد ديما واجب المرفق العمومي. نقول لكم في الأمان.